بالطبع المباراة المنتظرة بعد قليل بين الترجي وشبيبة بجاية ودخول لاعبي الفريقين بالطبع. كان توفيق كما يحب معناها وقت يحب. اكيد نشوفوا كذلك تشكيلة الزغلي، محمد لامين اوراس، حاجي دبكة، حموش كنان والافريقية. اذا الاحتياطيون امامكم بالنسبة لفريق شبيبة بجاية للترجي الرياضي التونسي. يوسف البلايلي على مستوى القائمة الثاني، والتدخل للحارس تشبرات والركنية الثانية في التهديف ولا شيء غير التهديف منذ البداية. الصعود من حسين زاد 2011 للترجي. أريسون أفول والكرة على مستوى القائمة الأول والفرصة الأولى بحديد مباراة 0-0. ركلات الجزاء او ضربات الجزاء تكون اولمبي الشلف. كره من جديد خاطئه في وسط الميدان لنياتي وعكس الهجوم لفريق شبيبه بجايه، والكره مباشره لمعز بن شريفيه والمطالبه من جانب اللاعب بوخاء للفريق الجزائري. يعاد الحوار الاخير بين دراج وكذلك شمس الدين الذوادي و هيثم الجويني. أريسون أفول ثم المساندة من سامح الدربالي، كرة طويلة وهيثم الجويني خارج كرة ممتازة والركنية. التغطية من شحيمة يوسف البليلي، التوزيعة وقائد الفريق يرتبك نوعا ما والوضعية سانحة للتسجيل. فرصة كبيرة للترجي وعند تبقى الكرة لخليل شمام تصطدم بالقائم وفرصة كبيرة للترجي الرياضي التونسي. قلت لكن ينتمي لفريق شبيبة بجاية. شمس الدين الذوادي، أريسون أفول، مجدي التراوي، تركيز على الجهة اليمنى، سامح الدربالي يوزع، سامح الدربالي وفرصة كبيرة للترجي الرياضي التونسي. 2010 من جديد المحاولات للترجي. يوسف البليلي مجهود فردي ممتاز والكرة على مستوى القائم الأول وأغلق الزاوية. يمشي مباشرة للكرة الحارس ياسين جبرات. شوفوا المجهود وتجاوز حسين العريبي، لكن توزيعته على مستوى القائم. الترجي وديناموس هراري 6-0 للترجي الرياضي التونسي. يوسف البليلي وتألق للحارس جبرات والركنية، ركنية جديدة للهرد لسامح الدربالي. سامح الدربالي، أريسون أفول، أريسون أفول والمحاولة ممتازة ووضعية ثانية. خالد المولي، اقتربنا من نهاية الشوط الأول والتعادل دائما 0-0. ممتازة الوضعية وفرصة الهدف الأول، فرصة الهدف الأول للترجي الرياضي التونسي. كرة من يوسف البلايلي و فرصة للترجي وتجبرات يتألق على الخط النهائي. تتواصل العملية وكرة بعيدة من شمس الدين اللي ساهم في هذا التفوق العددي. الاستمادة من سامح الدربالي والكرة الأخيرة من حسين الراكت. كرة في المحور خطيرة لفريق سوليناس. إذا أيد فرقان، التوزيعة من أيد فرقان. إذا ثم أقصى، ثم اقصى واضح يتجه الحكم ياكوبا كيتا الى بنك شبيبة بجاية والملامح اقصى المدرب سوليناس من الميدان. المدرب الايطالي اكيد غاضب، غاضب المدرب الايطالي ويتم اقصاؤه من الميدان ونقاش طويل مع الحكم بطبع من عرجات اكيد ما يزمش يسقط فيها هذا اللقاء بين الترجي وشبيبة بجاية وسوليناس. حسب مستجدات ومتغيرات هذه المباراة ولقاء الأجوار، إيمانويل كلوتي حاولت أعطاء أكثر عمق لهجوم الترجي. يوسف البلايلي وفرصة للتسجيل ليدي التدرج لتشكيلة المدرب سوليناس. ميخالدي يختار التصويب والحارس معز بن شريفية قليل لكن قام لبس يوسف البليلي وضربة جزاء لصالح الترجي الرياضي التونسي. إذا ضربة جزاء بالطبع كانوا يصفق على الحكم يقول له
شكرا ليك. وضربة جزاء يوسف البلاي تحصل عليها من جانب الترجي الرياضي التونسي، كان مع اللاعب شحيمة. التدخل من شحيمة على يوسف البليلي يعادل الحوار الأخير. الدور الأول إياب ضد فريق بريميرو دي أغوستو في تنفيذ ضربة الجزاء. خليل شمام والحارس جبرات، والهدف الأول للترجي الرياضي التونسي. مشينا الحارس جبرات وسجل خليل شمام. يذوى شبيبة بجاية، خليل شمام يضع الكرة في زاوية صعبة رغم المحاولة ورغم المجهود من الحارس جبرات. مباراة يعقوب باكيتا الترجي سنة 2006 كان فاز اتحاد الاسكندري. والكرة الأخيرة والمطالبة بنفس الوضعية من جانب فريق شبيبة بجاية بمخالفة في مناطق الجزاء. شوفوا الحوار الأخير وسقوط نياتي مع محمد بن منصور في المحاولة الأخيرة، ونياتي كان مندفع والكرة بشتر وحاسمة لفريقه. إيمانويل كلوتي والكرة خارج الميدان بالخارج الرجل اليمنى من الدين الأخرى كما نيجيريا كذلك. الكرة لصالح اللاعب اللي دخل منذ قليل رقم 25 والتصويبة اللاعب كمال زقلي. بقية المجموعات يوسف البليلي وفرصة مضاعفة النتيجة وفرصة تسجيل الهدف إلى ميخالتي. ربما الهجوم الأخير والكرة في المحور المتابعة من محمد بن منصور وأيضا معز بن شريفية وكيدز المهد كريم العواضي. كرة في وسط الميدان توفيق زرارة ونهاية المباراة بتأهل الترجي بفضل ضربة جزاء ممنوحة وخليل شمام وبعد عفو مرتكبة على يوسف البليلي.